خنش لا تحترق، كانت خنش لا تحترق، فكان هذه مثلا. وكان هذا من شعب. كاحنات مدنية متوجهة لإيصال حريق. لكن ما يسمى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية دايرين بيان كالعادة بدون أو البيان بدون توقيع بدون اسم، عارفين أنهم يكذبوا وبالتالي تتهربوا من المسؤوليات. دايرين بيان يقول لك: تعلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين أنه على إثر الحرائق المندلعة يوم أمس الأحد 4 جويلية 2021 بولاية خنشلة، قد جندت وسائل إمكانيات بشرية ومادية معتبرة من 7 ولايات مجاورة تدعمها مروحيتان تابعتين للحماية المدنية لإخمادها والمحافظة على أرواح المواطنين وممتلكاتهم. لكن هذه هي وزارة الداخلية. خلنا نسمع شهادة من الواقع، من الناس، أصحاب المدينة، أصحاب واش كان واقع. خوتي الشعب برك، الدعم تاع الشعب دولي ما عندناش، الشعب برك هذا ما كان دولي ما كانش، لا الرئيس لا هذيك لا هذيك، فيف الشعب يحيى الشعب ولهب واش معاه. دروكا كيما نقولوا هذه كلمه من ارض الواقع، ماهيش كيما الهضره اللي مور فيسبوك ومنا ويقول في الحمايه ومن هاي ليك، ما كان لا حمايه لا والو. شكون يطفي في النار هذه بالبره والفاسه؟ خاطر انا وشفت فيسبوك انا يامس نشوف فيها يقول لك الحمايه اللي تطفي، الحمايه راهي ما طلعتش الفوق اخوتي، رانا طلعنا وشفنا ما كانش الحمايه خلاص. دروك اللي باغي صح يعاونا يجيب بار اخوتي، يجيب خالته، يجيب الماء ويجي. هذه هي الخدمه، هذه هي انا واش بارك الهاشتاج والهضره تاع فيسبوك ما تطفيش النار. يعطيك الصحه، الهاشتاج وما يطفيش النار. هذه شهادات من الأرض. طبعا هالشهادات لن تسمعوها لا في قنواتهم ولا في مواقعهم ولا في جرائدهم، لأن في جرائدهم توفا بيان وأن وزارة الداخلية قامت بالعمل والمطاف قامت بالعمل، وممكن المطاف يكونوا حاولوا. يعني المطاف في الحقيقة في الجزائر ناس تعتبر أن المطاف من أفضل ما هو موجود، ولكن ما عندهمش إمكانيات، ما عندهمش إمكانيات. ولماذا ما عندهمش إمكانيات؟ لأن البلد تحت حكم عسكري قمعي، تحت حكم الكازيرنا، تحت حكم يصرف في ملايير دولارات. ذكرت الأخبار أن زيارة شنقريحة، كنت ذكرت لكم هذا من نهار اللي كان موجود هناك في موسكو، من أنه تعهد بشراء أسلحة أقل شيء ب4 ملايير دولار جديدة أخرى، وأن إذا أعطوا بعض الأسلحة الأخرى، لأنهم طلبوا الأس 400 لكن الروس قاعدين يفكروا إذا يبيعوا لهم الأس 400 ولا ما يبيعوا لهمش، وأشياء أخرى، فإنها قد تصل إلى 7 مليار دولار. نحن نتحدث على 7 مليار دولار، بمعنى نتحدث على 7 × 18 ألف مليار سنتيم، كل مليار دولار هو 18 ألف مليار سنتيم بسعر السوق. إذا ضربنا 7 × 18 فنحن نتحدث على 77 × 8 = 56، 126 ألف مليار بالسنتيم. من هذا المبلغ، خلينا نتكلموا على 4 مليار فقط، بمعنى نتكلموا على 72 ألف مليار سنتيم فقط، 4 مليار دولار. لو افترضنا أن الصفقة هي 4 مليار دولار فقط، وبالمناسبة هذا هو معدل
اللي يصرف على شراء الأسلحة كل عام. ذكرت الأخبار قبل شهر تقريبا في موقع سيبري، وهذا موقع اللي يسمى موقع ستوكهولم للسلام، بأن الجزائر صرفت ما يزيد عن 100 مليار دولار في 2022 سنة الماضية، أي أن المعدل في الحقيقة أكثر من 4 مليار دولار. خلونا نتكلم على 4 مليار دولار. لو نحينا منها فقط، ما نقولوش مليار لكن نقولوا فقط 5% من هذا المبلغ، ما نقولوش 10% اللي هي 400 مليون دولار، لكن فقط 5% اللي هي 200 مليون دولار، بمعنى أنهم لو في سنة واحدة قالوا ما نصرفوش هذا العام أقل شيء 4 مليار دولار على الخردة العسكرية، أغلبها من الروس، 80% تقريبا من السلاح الجزائري من الروس، وهذا واحد من الكوارث الأخرى، أنك تعتمد على جهة واحدة، أولا ما تصنعش، ثانيا تعتمد على جهة واحدة، لو تصرى معك مشاكل مع هذه الجهة توقف كل شيء، لكن هذا مشكل آخر. خلونا لو كان خضينا 5% من هذا المبلغ، طائرات اللي هي DC-10 DC-11 أنواع متعددة من طائرات، هذه اللي هي طائرات مكافحة النيران، كنت أطلع بسرعة لقيت أن كثير من الطائرات تساوي 10 مليون دولار. طبعاً الأسعار سامحوني شوية، يعني الحقيقة أنا شوية تعبان، الأسعار تتراوح تبدأ من 5 مليون دولار إلى حوالي 40 مليون دولار، لكن اللي معتمد تقريباً في كثير من الدول هو طائرات اللي يواجهوا بها الحرائق، المعدل هو 10 مليون دولار، أي أنك ب 200 مليون ب5% فقط تنحى من التسلح اللي يصرفوها الجنرالات كل عام، واللي جزء كبير منها يروح للحسابات لي كونت أوف شور، يروح للحسابات في أوروبا وخارج أوروبا وفي الكاريب وفي الخليج وفي أمريكا وفي كل مكان حساباتهم الخاصة، لو نحينا 5% أي 200 مليون دولار قادرين نشروا 20 طائرة سنة واحدة، نقصوا 5% مما يقولوا راهم يشروا به أسلحة، تشري بها 20 طائرة. الجزائر لا تملك أي طائرة من هذه الطائرات المخصصة لمحاربة النيران، مع أن الجزائر والنيران طبيعيا في الصيف تكون فيه نيران، والبحر المتوسط عموما فيه النيران، سواء في إسبانيا أو في إيطاليا أو في جنوب فرنسا أو في المغرب أو في الجزائر أو في تونس أو في اليونان. والحقيقة أن النيران شفناها أحيانا في الولايات المتحدة دارت كوارث حقيقية بالإمكانيات اللي لديهم، ومع ذلك كانت كوارث. احنا في الحقيقة موجودة نيران، لكن ما هيش بما يحدث في كثير من الدول، خاصة في الولايات المتحدة وأيضا في البرازيل وفي بعض دول أمريكا الجنوبية أيضا وحتى في كندا، أي أن المناخ نتاعنا في نهاية المطاف، مناخ البحر الأبيض المتوسط، هو مناخ يبقى عموما معتدل في كل الفصول. مع ذلك كل ما تحدث حرائق كاين هناك دمار هائل، شفناها العام اللي فات في جيجل، في وهران، في بجاية، في تيزي وزو، في عنابة، في عدة أماكن. لو عندنا 20 طائرة من هذه الطائرات المخصصة لمكافحة النيران، لو كان تلعب دور كبير، ماهوش الناس يروحوا بالسيتار بالكاميونات أو يروحوا بالبالة أو البيوش كما كان يقول واحد من اللي عبر عن الموضوع، قرأت ما يتحدث على واحدة من أقوى هذه الطائرات ويسموه وحش إطفاء الحرائق، كانادير CL-415، يقولوا هذا، طبعا هذا من أقوى الطائرات، أي أن هذه الطائرة اللي هي السعر تاعها 37 مليون دولار هي أقل من أي طائرة ميج 29 أو سوخوي أو
اللي راهي ممتلئه بها الجزائر بقيمه 10 طائرات سوخوي، مش 10 طائرات، 4 طائرات ميك في المعدل 50 مليون دولار، بأربع طائرات ميك تشري 20 طائرة لمكافحة النيران. واش دير بالميك مقارنة بمكافحة النيران؟ نعم الميك ممكن تستعملها في الحرب، في الحقيقة لحد الآن الحرب اللي خاضها الجنرالات كان ضد الشعب الجزائري في هذه 59 سنة، إذا استثنينا مناوشات وحرب محدودة وقعت مع المغرب في 63، إذا استثنينا ذلك فإنه منذ استقلال البلاد فإن الحرب الوحيدة اللي يخوضها الجنرالات هو ضد الشعب الجزائري. والحقيقة أن عملية التسلح الضخمة هذه مش مفهومة ومش منطقية ومش عادية، ما عدا الخصومة مع النظام المغربي بين العصابة والنظام المغربي، الباقي كل حدود الجزائر الأخرى نتاع جيران ونتاع جيران وضعهم الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي أو تعبان، وعموما جيران وأشقاء سواء تونس أو ليبيا أو مالي أو النيجر أو موريتانيا، حتى المغرب نحن شعب واحد حقيقة. لكن خلينا نفترض أن هناك الخصومة هذه التي لا تنتهي، فهذا التسلح والشراء هذا في الحقيقة الهدف نتاعه الجزء الأول هو وضع أكبر عدد ممكن من الأموال في الجيوب، طبعاً في البنوك وفي الحسابات. الأمر الثاني هو شراء ذمم الدول اللي شربنا السلاح، خاصة روسيا. الأمر الثالث هو التخويف بتسلح في الحقيقة لن يستطيع أن يقابل أي دولة أخرى خارج الجيران، أي غزو آخر السلاح الجزائري لن يستطيع أن يواجهه. إذا نظرنا مثلا وافترضنا أنه ممكن أن يكون هناك عدوان من إسبانيا أو فرنسا أو إيطاليا، فللأسف العصابة نتاعنا لن تستطيع أن تواجه هؤلاء، ليس فقط لأن هؤلاء ضمن الحلف الأطلسي، ولكن لأن لديهم إمكانيات تسلح وإمكانيات متطورة جدا، بالرغم من أن عدد الجنود في الجيش الفرنسي على سبيل المثال هو أقل من نصف الجيش الجزائري من حيث العدد، الإسباني أقل، إيطالي أقل، وهؤلاء كلهم ما عدا إسبانيا كلهم عدد السكان أكثر، فرنسا عدد السكان 65 مليون أو يزيد، إيطاليا تقريبا أيضا أكثر من 60 مليون إلى آخره. إذن عندهم إمكانيات تكنولوجية أعلى بكثير، وأنه لما وقع التدخل الغربي في ليبيا فإن سلاح القذافي صحيح ما قدرش قارنوه تماما بالعصابة اللي عندنا، لكن مع ذلك سلاح القذافي اللي هو سلاح روسي وجيش القذافي اللي هو مش بعيد على، وإن كنا ما نقارنوش لكن مش بعيد، لم يستطع إسقاط ولو هليكوبتر واحدة ولو طائرة واحدة، ما سقطتش ما طاحتش. هذا هو الإشكال، الدكتاتوريات والاستبداد لا يحمي الأوطان، بل أن شفنا في التاريخ كل الدكتاتوريات اللي خاضت حروب سقطت. أحد أكثر الأمثلة هو مثال جنرالات الأرجنتين اللي ما قدروش يدافعوا في سنة 82 على جزر الفوكلاند كما يسميها البريطانيين، وهي جزر تحتلها بريطانيا هناك، وأصبحوا سكانها يفضلون البقاء مع بريطانيا، احتلتها بريطانيا. بريطانيا تبعد عليها هذه الجزيرة بأكثر من 10,000 كيلومتر إذا مش أكثر من ذلك. مع ذلك فجزر المالوين كما يسموها أهل الأرجنتين لم يستطيع الأرجنتينيين أن يستعيدوها من البريطانيين، وهزموا هزيمة النكراء، وكانت بداية لانهيار الجيش أو الطغمة الأرجنتينية. الاستبداد لا يصنع جيوش قوية ولا يصنع شعوب قوية
ولا يصنع اقتصاد قوي، ولا يصنع مجتمع قوي، ولا يصنع سياسة قوية، ولا يصنع علم متطور، ولا يصنع تكنولوجيا متطورة. الاستبداد يصنع العبيد أو يريد أن يصنع العبيد، يصنع التابعين الأذناب والذباب، أو يريد أن يحول كل الناس لذلك. الحمد لله الشعب الجزائري أراه منتفض وما زال منتفضا. استبداد لا يصنع لا شعوب قوية ولا دول قوية ولا مجتمعات قوية ولا أي شيء، بل بالعكس الاستبداد والطغيان وحكم العسكر وحكم الكازيرنا يرسخ، هو الطغيان عموما سواء كان حكم عسكري أو غير عسكري، الطغيان عموما لا يرسخ لا شهامة ولا مروءة ولا كرامة ولا قوة عند الناس، يرسخ النفاق، الكذب، التحايل، السرقة، طبعا نشر المخدرات ونشر الآفات، وهذا وش يرسخ الطغيان، هذا وش يرسخ الطغاة. إذا تحترق خنشلة في حين أن الجماعة كانت هكذا. ليختم الحفل بعروض شيقة للألعاب النارية. صرف أيضا مليارات على هذه الألعاب النارية في وقت الناس فيه طبعا في حالة بائسة. كان هناك استبشار كبير في خنشلة اليوم، استأدري إذا كان المساعد بعث لي بعض المقاطع منهم، لما سقطت الأمطار كانت حقا ربما دعاء الصالحين ودعاء المؤمنين هناك، استجاب الله سبحانه وتعالى وسقطت الأمطار، وعلى الأقل لفترة معينة يعني استبشر الناس، وكانت ساهمت هذه الأمطار في التخفيف من الحرائق. يبدو أنها عادت هذه الحرائق من جديد، يبدو، مش متأكد، لأن قبل ما ندخل بدقائق هنا كان حديث على أن عاود اشتعلت هذه الحرائق، لكن أكيد أن كان هناك استبشار وكانت هناك أمطار، والغريب سبحان الله كانت هذه الأمطار فقط حول، ليس بعيد، حول مدينة خنشلة وأين كانت النيران في جبل ميمون في اعتقادي هكذا يسمى. ومن بين المحتفلين كان هذا الشخص اليوم، ومن خلاله اسمعوا مليح، قيادته العليا والتي تتمثل في وزير الدفاع السيد المجاهد عبد العزيز بوتفليقة. السيد تبون، عفوا. ما زال عايش في بوت عبد العزيز بوتفليقة، في الحقيقة ما غلطش لأن رانا في العهدة الخامسة، عهدة خامسة اللي تغيرت فيها بعض الوجوه، عصابة سجنت عصابة وشردت جزء منها واستولات على أموالها واستولات على مراكزها إلى آخره، لكن في الغالب الأعم هو أنه الرجل ما غلطش هذا، يعني السيد عبد العزيز بوتفليقة. هو حتى تبون كان أقسم آنذاك بأنه ما برنامج الرئيس ما كاش لي يقدر يوقفه، وراه هو يكمل في برنامج الرئيس. الغريب في الأمر أيضا هو أنه عندما ينتفض الشعب في أي مكان، حتى عند العسكر تاع مصر، عندما انتفض الشعب المصري قاموا بتلك المسرحية وقاموا باعتقال مبارك وأبناء مبارك. صحيح من بعد أطلقوهم وبانت بأنها مسرحية، لكن خضعوا للإرادة الشعبية باعتقال مبارك. بوتفليقة مش فقط مش معتقل، مازال في قصر رئاسي تحت الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري، وأطباء يأتون من الخارج ودواء من الخارج وزيارات شخصيات كبيرة في السر تتم هناك، بل أن هناك من
أقسم لي بأن حتى تبون زاروا أكثر من مرة سرا وطلب البركات انتهوا، بمعنى أن هناك تحدي واضح للشعب الجزائري، وأن بوتفليقة اللي ناض الشعب وانتفض ضد العصابة ككل في شكل بشكل عام، لكن كان طبعا القطرة اللي أفاضت كأس الجزائريين هو ما سمي بالعهد الخامسة، إلا أنهم لحد الآن ما زال تصرف عليه أموال ضخمة، كثير من الجزائريين لو أعطيت لهم على الأقل يشروا بها الدواء، أو على الأقل أحيانا حتى يأكلوا بها أو يتعشوا بها أو يتغدوا بها أو يشروا لبس الأولاد. طغيان واضح.